الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشف مصرف الرشيد الحكومي عن وجود روابط وهمية ومنصات احتيال تدعي اعتمادها من قبل المصرف للتقديم على السلف والقروض. وأكد المصرف أنه يتحمل مسؤولية التعامل مع الإعلانات الوهمية وحالات السرقة التي تحصل لحسابات المستفيدين، لافتا إلى أن التقديم على السلف يجري من خلاله فقط. أعلنت مجموعة تيكوم وهي مشغل رئيس للمنطقة الحرة في دبي اعتزامها إدراج نفسها في سوق الأسهم المحلية من خلال طرح عام أولي، وليصبح أحدث أصل من أصول الدولة يدرج في البورصة في مسعى لتعزيز سوق الأسهم. وتخطط مجموعة تيكوم من جانبها التي تضم 10 هيئات قابضة منها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام لطرح 625 مليون سهم في سوق دبي المالي، حيث قالت المجموعة إنها تخطط لطرح أرباح على المستثمرين تبلغ 218 مليون دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة. ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نيسان الماضي 10.8% على أساس سنوي، وأوضحت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال نيسان الفائت لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر قطاع التعدين والمحاجر ارتفع بنسبة 7.4%، وزاد مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والإنتاج والتوزيع بنسبة 3.3%. في هذه الأثناء هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين بعد أن أدى تزايد الإصابات بكورونا في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود، في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.7% لتصل إلى 119.95 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.54 دولاراً للبرميل، منخفضاً ب1.8%. وأدت أيضاً المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية. تراجعت أسعار الذهب الاثنين من أعلى مستوى لها في شهر واحد تماماً مع تراجع جاذبية اقتناء الذهب توازياً مع رفع بيانات التضخم في الولايات المتحدة عائدات سندات الخزانة. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% مسجلاً 1862.290 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1866.300 دولار. وكان الذهب وصل إلى أعلى مستوياته منذ 9 أيار في وقت سابق عند 1877.500 دولار للأونصة الواحدة. هذا وهبطت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهراً تقريباً في التعاملات الآسيوية، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية المفاجئة التي تواصل الضغط على أسعار الأصول ذات المخاطر العالمية. وانخفضت
أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 8.9% لتصل إلى 24 ألف دولار و900 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الأول 2020. كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى من جانبها مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قفز إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، ما أدى ذلك إلى عمليات بيع في الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.